هل كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد أكثر من فرقة؟ بيمر صلى الله عليه وسلم زمن أو زمن شو تحن جماعة تلا صونا غير تيح. كم جماعة كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نلير جماعة. جماعة واحدة. تحن جماعة يرتي. إذا لابد أن نكون على هذه الجماعة. راح تصدق تحن جماعة تيح خلدي يشتق ويا. لا نتبع إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام. راح تحن ينتي عبوي دوزن دوش خلدي يشتاق ويا محمد صلى الله عليه وسلم. لا نتبع أشخاص. تحن انت احت دولو يا قيتش ناغن. كل الأئمة الأربعة أمروا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وي إمامة مذهب إمامة تار مسارة تار وين دين دول أمرة وي بايمر انت احت دوزر درق.